تبان لي قلتي ما كنتيش كتسجلي، حنا 7 سنين فاش كنا عايشين فيك في داري انت دير كاميرا في الدار بدليل انك بغيتي ديريها للمساعده اللي كانت كتقابلنا الاولاد ورفضت وبقيت كنغوت. تنقول لك راه البنت ملي كنخرجوا انا وياك من الدار كتلقيس بشورت تتعرى ما نصوروهاش، وبقيت كنغوت عليك وبقيت تترغبني. انا لقيت الكاميرا في بيتنا بقيت تطلبني وتترغبني وتقول لي لا ما تقوليش، وانا كنت كنسيي كيفاش بغيتي نثيق فيك وراجل ديال الكاميرا في الدار. وبدليل انني فاش جيت ورجعت قناتي كنلقى راسي في في اللائحه السوداء. انا ما معروف، انا ما انا خويا خالد ما عرفتش شنو دار بيا، واش عندي فيديوهات. انا الحمد لله ثقه في راسي، ما عندي حتى شي خيانه ولا شي حاجه، وكنتحداه الى عنده فيديوهاتي يرساليهم. راه مادام صورني في بيتنات الا رساليهم فيديو فيديو، لو كنلقى ذره شك في فيديو ما يرحمنيش كره لا حشواني. ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. نعم. كيفاش كتبارطاجي قنوات تيقولوا لك المرات عندها فيديوهات اباحيين وكتبارطاجيهم؟ كيفاش واحد السيده عندك مجلسه في الدار كانت كتضرب في العرض ديالي، في العرض ديالي انا ما خلاتش فيا، وها انت تقول مجلسه انا بصحتك؟ وكيفاش داك ما كتخرج عند السيوس في الزوالي كتقول له خرقها، كتقول له خرقها؟ انا ماشي كثروا باش يخرقوني الناس، انا لاله العيالات ما كنتخرجش. وداك السيده اللي كتقول نتايا انا كنبارطاجي قناه، وتنسى هذيك السيده مصطفها في دار كتقول الشر ديما. فاش هذوك راه دافعوا على كرامه ولادك وعلى شرفهم، وكنشكرهم وكنحييهم، ولكن تنجلس معاك وحده اللي ضربت في الشرف ديال ولادك وضربت في الشرف ديال امهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة في كل مكان، اللي هنا واللي الداخل واللي على برا واللي وصل واللي باقي حاصل، وتحياتي لبنات الأصل. نتمنى إن شاء الله كاملين تكونوا بصحيحة وعافية، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا لأول مرة يشوفنا معلي غير يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. إخواني أخواتي الكرام، حنا كنتعرضوا لواحد الحملة اللي هي شرسة ديال السينيال. غادي نخلي لكم قناة تانية هي الاحتياطية إلى ما نعرف الدنيا والزمن اللي صارت شي حاجة. إخواني المشاهدين، يعني كاملين نتمنىكم إخواني أخواتي الكرام تشتركوا في القناة الاحتياطية. موضوعنا اليوم، أما في تفاصيل هذه الحلقة، جيت نقول لكم حقيقة الفيديو المسرب ديال الأخت سميرة وبعض القنوات اللي هما شبه قنوات اللي طلعوا على ظهر سميرة. يعني وكان ما كانش سميرة، أقسم بالله العلي العظيم ما يبقوا يجيبوا حتى 100 مشاهدة. إخواني أخواتي الكرام، أنا علاش بغيت ندافع على هذه السيده، وعلاش راني في هذا الملف ديال هذه السيده؟ لانها باينه اخواني اخواتي الكرام مظلومه، عندها 4 تاع البزاوز، 4 تاع الوليدات، ضربت فيها اختها، ضربت فيها جميع القنوات، حتى اللي ولدتهم والده وحده، اللي ولدتهم كرش وحده، ما رحمتش ديك الانسانه. ولكن اليوم غادي نقول لكم الحقيقه ديال الفيديو المسرب اخواني اخواتي الكرام. الاخ عطينا بعدا ديك الدقيقه نتاع اتاي بعدا نقادو الراس، رش الله يعطيك الخير. كاس معطر مزعطر هو هذاك باش نقادو به الراس. اخواني اخواتي الكرام، غادي ندخلوا في صلب الموضوع. الفيديو المسرب اللي كيقولوا هما فيديو، وخرجوا بعض القنوات اللي هما اخواني اخواتي كيبارطاجيهم المخسور، ودخلوا للمنتدى ديالو غادي تلقاوه مبارطاجي باش تعرفوا عرة الرجال، دلاقم الجمل، نضادر ام كلثوم، شبه رجال، رجل كاين الرجل وكاين الذكر، يا الهويعه يا راكده وتمونجي وتقول انا دونجي، راكده وتلفلف وتقول ربي يخلف. خدمت عليك حتى عيات فتنقاشت، رضتك راجل، درت لك البيرمي، وكنت نتايا تدعي بالخلا، تدعي بالخلا، وراك تخليت وراك تفرشت. ولكن اخواني اخواتي الكرام، هذا الفيديو المسرب راه ما كاين حتى شي فيديو، وسميرة دارت في المنتدى ديالها انه اخواني اخواتي الكرام
الا كاين شي دليل ولا شي اودو ديالها ولا شي فيديو ديالها يخرجوا به، تحدى اي وحده. ولكن الحمد لله راه كلشي بعدا غادي يمشي للحبس، راه كلشي راه يعني كلشي راه جاي في الطريق. لان باش تهموا واحد السيده كاع حنا نقولوا ننتقدوا، محقنا ننتقدوا، ولكن باش تضرب في الاعراض وتضرب وتخرج فيه وتقول لهم بان عندها فيديو وتهموها مع الخيانه مع يوسف الزروالي وتهموها، يعني هذه خواتاتها هذه بعدا اللي خرجتهم كرش وحده، تهموها الخيانه الزوجيه مع يوسف واحد القناه اللي ما انا ما يشرفنيش كاع نذكرهم، والله ما كنت نعرفهم حتى من هذه القضيه ديال سميره، حتى خرجوا في هذه القضيه ديال سميره ما كانوش باينين، كاين شي وحدين ما مغبر لهم الاطار ما باينينش كاع، وكان ما يهضروش على سميره ما غاديش ما صافي القناه ديالهم تحبس. راه غادي يكمل هذا الموضوع ديال سميره وغادي نشوفوا الا بقاو يجوا عندكم 100 واحد لانكم كتكذبوا على الناس. اما الاخت ديالها اللي هي الناموسه اللي هي الهويعه مقلوبه التقاشيره اللي هي مقلوبه الوجه مقلوبه الشنايف، هذيك خليك تربي ما نعيبوش، ولكن اضطريت باش نقول هذه الهضره هذه. هذيك السيده اخواني المشاهدين بحال اللي بدات ترجع للور، لانك حتى انت غادي تمشي للحبس لانك ضربتي في الاعراض ديال اختك، وكانت سيبي ديك الاخت ديالك رحمها الله اللي هي خرجتكم كرش وحده، كما كنقولوا الكرش كتخرج السباغ والدباغ، كل دار فيها كيدار وانت خرجتي كيدار في ديك الدار. اما الهويه عادي الراجل داك بوكريشه داك اللوبان اللوبيا ما نهضروش عليه، لانه راه في صفك ما عرفناش واش نتوما راكم مزوجين وكتخفيو على المنابر الاعلاميه وتخفيو على الناس، ولا راكم مطلقين وكديروا الحرام وراء الكواليس. اما خرجت واحد القناه قالت لك ان شتنا يوسف الزروالي مع سميره في واحد القنيت، واش هادي هضره؟ واش هادي منطق؟ واش هذا؟ مالكم مالكم؟ ودركي المشكله اللي بقات فيا انا اخواني المشاهدين انها القنوات اللي كيضربوا في سامير وكيضربوا في الاعراض ديالها اللي هي مازال في الدمه ديال رجل، حنا نقولوا راجل نقولوا ذكر، اللي هي في الدمه ديال لوبيا عاد باقيه في الدمه ديالو، وكيبارطاجي دوك القنوات اللي كيضربوا في الاعراض نتاع، حنا نقولوا كاع حنا نقولوا سميره ما عندنا ما نديروا بها تمشي في حالها كاع، لنفرض حنا ما عندنا ما نديرو بسميره، ولكن تبارطاجي واحد القنوات اللي هما كيضربوا في اعراض ابنائك اللي هما 4 نتاع الوليدات، من غادي يكبروا شي غادي يكرهوك ما يبقاوش يحملوك، غتبقى تعطيهم الملاير يضربوا في الضرب في الاعراض ديالهم، تبارطاجي قنوات. اما واحد اللي وجهو داير البيتبول بحال البيتبول، ولكن وكان توقف عليه تعطي تبقى عليه غير بالسقله، واحد يعني واحد القناه اللي راها مشريه حتى هذاك غادي يمشي للحبس، وعقلوا على هذه الهضره اللي قلتها لكم اخواني اخواتي الكرام، لانهم كثروا بقاو يضربوا في الاعراض ديالهم، بقاو يضربوا في الاعراض ديك ديال داك البز هذا دوك ديال دوك الوليدات. واحد القناه اللي راه معروف واللي فيه الفز يقفز، اللي فيه الفز يقفز، وجهه داير بحال البيتبول خارج تما وكينبح هاو 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 هاو، وكان توقف عليه حاشاك تجيه السريسره في سروالو. ولكن اخواني اخواتي الكرام راه من غادي يمشي للحبس غادي يبقى يبكي وغادي تجيه السريسره، يقول لك واش دار؟ لانه وليتو تضربوا في الاعراض نتاع البز ديالكم، وانت كتبارطاجي دوك القنوات اللي كيضربوا في الابناء ديالك. انا ما نحسبوش المراه ديالك كيضربوا في الابناء ديالك، انه ردوا عندها فيديو مسرب، عندها فيديو فاضح، فيديو كذا، لقاوها مع يوسف الزروالي والاخت ديالها اللي هي الناموسه ديك المجرتله، انا اللي غادي نسميها المجرتله، اللي هي كضرب في الاخت ديالها دركي ولات الرور. انا ما عندي غرض بهذه الفضيحه، وهذا الشيء كلشي من المخسور من ديك الاخت ديالو اخواني اخواتي الكرام. وغادي نقول لكم واحد القضيه وغادي تقولوا لي سيمو عندك الصح، غادي نقول لكم واحد القضيه غادي تعقلوا عليها، لان تاريخ اليوتيوب لا يرحم، تاريخ اليوتيوب لا يرحم، كلشي كيتسجل فيه كلشي كيبقاو فيه الفيديوهات، حتى لنفرض نقولوا كاين شي فيديو اباحي الله لا يقدرها ولا يجعلها، لان راه ما غاديش يقدر يدير شي حاجه لانه راه غادي يغرق في الحبس. تعقلوا نهار اخواني اخواتي الكرام خرجت سميره فواحد المنبر اعلامي اللي هو ديال الدار، وقالت بان المخسور كان تهمها بالخيانه الزوجيه وكان داير كاميرات في بيت النعاس،
عقلتوا على هذا، اللي عقل عليه يكتب لي في لو كومونتير، حتى الا كانت شي حاجه نحملوه جميع المسؤوليه ديال داك المخسور، لان الا خرج شي فيديو انه سميره كتكون بيت النعاس دارها حرمه البيوت كما كنقولوا، حتى الا درت شي حاجه وهي ما كانتش عارفه بان الكاميرا مخفيين، حتى الا دار شي حاجه وبان شي فيديو هو، لان هو كان داير كاميرات في بيت النعاس وفي البيت ديالو، وهو سر حتى هو فيها بفمه، يعني كل شيء بالدلالل، بالدلالل، حنا نقولوا هاد الدلالل، بالدلائل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولكن هاد الشيء غادي يوقع، غادي يوقف عند حده إن شاء الله. شكايات جديدة وبزاف ديال الصور الإخوان المشاهدين اللي ولوا قنوات يضربوا في الأعراض ويضربوا كما نقولوا إخواني المشاهدين كيضربوا في ذوك البزاوز. كيقول يردها بانها شوفوا اخواني المشاهد هذه الاخت ديالها ما بقى لها ما تزيد تهمها، تهمتها بالسحر في المقابر كدير الكيلوطات ديالو هذه، تهمتها اخواني المشاهدين بالقتل اللي هي جد جد خطر ويعاقب عليها القانون، وبغات تصيفطها جنايات وبغات تصيفطها على البحث وبغات تصيفطها فين تغبر. قالت بان هي مشات صيفطتها عند شي واحد باش تعطي واحد العشوب باش تشربهم المخسور باش تصفيها له، تهمتها بالخيانه الزوجيه وتهمتها بالخيانه مع يوسف الزروالي، واتهمتها بانها كتجمل راسها وكدير الشفط وكذا ليوسف الزروالي. حسبنا الله ونعم الوكيل، لان هذاك السيد هذاك دار الخير وبغى يدير الخير في دوار الظالمه هو بقى فيه الحال. هذا ما كل في هذا الفيديو اخواني اخواتي الكرام، ولكن كل شيء غادي تحطوا النقاط على الحروف، كل شيء غادي يبان ان شاء الله. تحياتي لكم، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتضغطوا، وكل شيء غادي يمشي. هذه اختها غادي تبقى تزاوق لانها ولات الرول، انا ما عندي شي غرض في هذه الفضيحه وكذا، ولكن ابديتي كملي والله ما يتفكوا معك، ولكن اختك هي واحد العارض كبير اللي هي سميره، وانتي شوفي هي قلب البيض، هي ما كتخرج ما كتدفع حتى راسها ما كتخرجش تجاوبكم، ولكن انتي بغيتي تصفيها لها وتصفتها للحبس، ولكن هي فيها واحد الذره ديال الاخوه، ولكن هذه ماشي اخوه، هذه انا نهضر لكم نيشان، هذه بغات تصفيها لاختها، بغات تبين، بغات تخرجها من اليوتيوب نهائيا. المهم خويا المشاهدين ما نطولش عليكم، تحياتي لكم وتبارك الله عليكم، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، الى فيديو قادم ان شاء الله.